قال لي اصبر وما تزهقش، واحنا كوزارة معاك عشان نأكد ونقول للناس ان قضية التشغيل وملف البطالة ده واحدة واحدة هنغير مفاهيم الناس. النهاردة سيادتك 50 فرصة عمل للكويت اللي متاح واللي فاعل منها 16، وحضرتك قلت يا جماعة الناس تيجي. سجلت معاهم قبل ما اكلم سيادتك والناس هتشوف ده صوت وصورة. قالوا كانوا بياخدوا مننا مبالغ طائلة. الوزارة حياتهن من غير ولا نكلة وطالعين مطمنين. لازم اخد منك كلمة عشان نأكد مصداقية الحدث اللي الناس بيشوفوه. بسم الله الرحمن الرحيم. هو اولا احنا قلنا ان موضوع البطالة دوت وتشغيل الشباب دي مهمة قومية، وبنتعامل معاها ان احنا بنخدم مصر مش بنخدم حد تاني. يمكن المشكلة دي زي ما قلت قبل كده مع حضرتك انها بتؤرق الشعب المصري كله، فلما تكون في مشكلة بتؤرق الشعب المصري كله لازم يبقى في تفاعل من المسؤولين عن هذا الموضوع لحل هذه المشكلة بعدة أساليب. كان يمكن الأسلوب الحيوي منها هو التعامل مع الإعلام، عشان زي ما قلنا برضو وبنكرر تاني، في مشكلة رئيسية عند الشباب وعند المصريين إن هم فقدوا الثقة، وإحنا عايزين نرجع تاني نبني معاهم جدار الثقة. فإحنا النهاردة محتاجين ان احنا ندعم جدار الثقة. من خلالنا هنعمل اللي علينا، من خلال الاعلام هيعمل اللي عليه. وانا برضو بكرر شكري ليك ولقناة النهار، لان شفت تقارير اتعملت في وسط الشباب اكدت اللي احنا قلناه معاك قالوا الشباب في الشارع. بالظبط يا فندم. قالوا ان احنا مش هنستنى فرصة عمل تتناسب مع مؤهلاتنا. تمام. يجب ان يكون هناك في تقدير بداية لقيمة العمل. والنهاردة لازم مش كل المتاح يناسب الكل. المتاح هناخده وهنأديه بشكل مؤقت عشان ننتقل من حالة إلى حالة، وده اللي احنا نشدنا فيه الشباب من خلالك ومن خلال الإعلام، ان احنا محتاجين الشباب يبدأ واحنا معاك. احنا ما بنسيبش المواطن المصري في اي حد هايل، لا جوه مصر ولا بره مصر. حتى فندم لو مش مسافر من خلال حضرتك، احنا اي مواطن مصري خرج بره بسفر عن طريق وزارة القوى العاملة او عن غير طريق وزارة القوى العاملة احنا مسؤولين عنه. انا بحافظ على كرامة المصري، لان دي رسالة، دي رسالة بنوجهها مش للمصريين بس، لا احنا بنوجهها لكل الشعوب العربية وغير العربية، ان المواطن المصري له كرامة أنا هحافظ عليها والحكومة هتحافظ عليها ورئيس الجمهورية النهاردة بيحافظ عليها، ولن نسمح لأي حد إنه يهين كرامة المصري لا في أي وضع ولا في أي مكان. جاحد فقط اللي ينكر بعد هذه الكلمات حكومة بلدك ومسؤول بلدك ومعالي الوزير محمد سعفان والقيادة السياسية على كرامة المصري وهو بيشتغل مجهود على الأرض. وزارة القوى العاملة بتقوم بيه بالفعل مش بالكلام في برنامج أحلام وطن وبرنامج تلفزيوني بنشوفه بعينينا يا جماعة بالصوت والصورة. كل الكلمات هتكون متواضعة. جمد قلبك يا مصري، لو وراك وزارة القوى العاملة بتشتغل بالأداء ده ووزير دي نبرته، أعتقد أنا مفروض إن أنا أسكت. يفضل أملنا في ربنا يكبر وطننا يدومنا.